ومن جانبها أكدت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أكدت أن الجهود التي تقوم بها الأردن ومصر وقطر لإنهاء الأزمة تهدف لتشكيل الطريق نحو وقف إطلاق النار. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني شددت بيربوك على أنه لن يتوقف العمل على إنهاء الحرب في غزة. الجهود التي تقوم بها الأردن وأيضا مصر وقطر من أجل إطلاق سراح الرهائن، والهدف هو أن من خلال ذلك يتعين أن يتشكل الطريق نحو وقف إطلاق نار دائم، وهذا ما نقوم به بشكل مشترك، ولن نكف عن هذا العمل، لن نكف عن العمل من أجل وضع حد لهذه الحرب، لإنهاء هذه الحرب، وضع حد لهذا الصراع.